زينو 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 عايشة. فقط توقعت ولا ما توقعتش؟ انا توقعت انا لوجيكمون باللوجيك الشامبيونا اللي قاعد صاير ما حقاش تصير ديجا من غير هلال. شو رايك يا دكتور؟ اي توقعنا خاطر من افريل واحنا نحكيو فيه معناه الموضوع اللي كونه نبهنا قبل ما تبدا البلاي اوف صار معناها كونفرونتاسيون ما بين وزاره الشباب والرياضه وما بين الجامعه. وزاره الشباب والرياضه طالبت بالغاء بدايه البلاي اوف كنت تذكروا، ورغم ذلك الجامعه معناها مشيت مضات في تثبيت ليدات بتاع البلاي اوف وتلعب البلاي اوف، وقعد من بعد الى اخر دقيقه حتى معناها اسناد رمز البطوله وشكون باش يهبط وشكون باش يطلع والبوليميك صارت حمام سوسه. اليوم نبهنا من قبل هذه الكارثه، لكن مالوريزمون نلقاو روحنا اليوم في امباس. والبارح كي كنت نحكي معك قلت لك في الظروف هذه صعيب برشا باش تصير الجوله الاولانيه، وكنا اجمعنا الناس كل تنجم الجوله الاولى يقع الغائها الى ان يلقاو حل توافقي بين الانديه. من راي اني اليوم كي تبدل الكلاسمون معناها اوتوماتيكمون معناها التركيبه نتاع المجموعات تبدلت. معناها اليوم علاش تبدل؟ مع سامحني نعطيك علاش. شفت في القانون كيبدا ما فماش نص ترجع شهدت. للحاله ليه اذا كان عندك انت حاله صارت قبل دونك تولي هي النص. احنا في السنوات اللي عملنا فيهم لي بلاي اوف ناخذوا الموسم اللي قبل ناخذوا الترتيب الانديه اللي ترتيبها فردي تمشي مع بعضها والانديه اللي ترتيبها زوجي تمشي مع بعضها. نجم نسالك سؤال الشابه ترتيبها قديه؟ الشابه ترتيبها يولي 15 باعتبار انه 15 ولا 16؟ 15 معليش انت تلعب علاش؟ باش نقول لك علاش؟ بتاويل منطقي خاطر لهنا ونحكيهم نحكيو على وقوف النص فماش نص يقول لك لهنا دونك اوتوماتيكمون تاخذ اللوجيك. اذا كان الاخرى تلعب براج الانديه الاخرى ثلاثه اللي باش تلعب براج دونك اخر منها الاخرى عندها نص يرجعها للرابطه المحترفه الاولى، يعني بلاصتها مضمونه. ثلاثه الانديه الاخرى مرتبطه بالبراج دونك لهنا الوضعيه مع النوادي تخليها هي فونتاجي عليهم. لا سامحني سي محمد، علاش انت تفرض توا الشابه ترجعها توا وتقعد تستنى في الاخرى باش يدخل الاخرين؟ سامحني يا محمد انت حكيت خلينا نكمل كلمه صغيره تار صغير. الشابه عندها نص قانوني يرجعها للرابطه المحترفه الاولى. الاخرين تمتعوا بالاسعاف، يعني واحد عنده نص ثلاثه الاخرين باش يلعبوا براج ثلاثه الاخرين باش يلعبوا بالبراج، يعني انت عباره كانه واحد يرتقي بالاسعاف والواش ترجع في الشابه تو ينجح بالقانون. لا سامحني عدتي الواش ترجع في الشابه تو نجم ترجعهم زوز فرد وقت. شكون قال لك؟ تبعني لواش ترجع الشابه للاكتيفيتي توا هذه رقم واحد. واثنين عندك نجاح حكم كمل لك عايش خويا عاد. واثنين سير كيل باز انت باش تعمل اسعاف وما اسعاف يا اخي تفصل وحدك. احنا كي نلعبوا لعبه حتى في الحومه نتفاهموا في القانون من الاول. بالله حاجه اخرى ينجم يجي حتى حد يجي في وسط الفيلم ويقول لا اليوم كنا نلعبوا 4-8 نولي نلعبوا 6. بالله لحظه بالله نكمل بربي بربي خلينا نكمل وسيم. معناها اليوم اوجور دوجوردوي اني شابه رجعتني وحطيتني مع الكلو مع سي اس اس وليتوال وليسبيرونس كومباني باش عاود طيحني مره اخرى. تي واضح الفيلم شو ماهوش بالمنطق اللي تحكي قالوا مش واضح. سامحني خليني ندخل حاجه اخرى. بالله حاجه اخرى خليني ندخل واكثر. سامحني وسيم خلينا نكمل عايش خويا. البول الاخرى برونابل اكثر نحب ولا نكره بالموجود بالتاريخ بالجمعيات باللي تحب انت كل بول لاني لاني ندافع على الشاب ولا اكس ولا يجريك. ما فما حتى اطار قانوني يقول الشاب ولا 15 نجم اني نستنى السيد اللي باش تطلعه وانت 16 باش تولي بير ونرجعهم مع بعضهم وفين الفيلم. وشكون قال لك نحط فيه 15 وهو كي الشاب ربح قبل كل شيء واخذت ثلاثه نقاط نتاع ما عادش نحكيو عن نقاط. سامحني خلينا نكمل لك. ما عادش نحكيو عن نقاط يا ودي خلينا نص الحكم ما فيهوش نقاط يا ودي خلينا نكمل لك. كيفاش رجع هو في غلطه؟ كيفاش رجع هو؟ كيفاش رجع هو؟ ربح الروكيت نتاعو كونتر كلو. اش معناه يربح الروكيت؟ مازال ما ربحش. مازال ما ربحش الروكيت كونتر كلو يا ولدي. هو رجع ولا ما رجعش؟ انتي ما قررت يا سيدك قرار مؤقت. انتجراسيون اعاده ادماج ترجع الى غايه ادماج على القرار. معناه اعاده ادماج على انا منطق على اساس استراتيجي. اني بروف ناخذ كوبي ونحط نوت وما نصلحش كي مو بعد يجوك الحيثيات. هي خديتها. لا لا مش يجوك الحيثيات. اعتبرت انه من الجهه النظريه نظريا نظريا ينجم يجي حكم راه مخالف لل كيفاش يجي نظريا نظريا. خليني نعطيو راينا احنا كهلال الشاب. سامحني بربي هلال الشاب ما نحكيوش مع بعضنا. احنا بربي كمان كريم بربي خاطر كمل منقصوش منقصوش ما نحكيوش فوق بعضنا ما نجمش نوصل معلومتي. وصل وصل اليوم الشابه رجعت ما كانتش موجوده في القرعه. القرعه تتعاود في الفيلم. باه انا هذاك القرعه 10 ثواني 10 ثواني ما صارش قرعه بالله. 10 ثواني يا عبد اللي على شنو على اساس شنو احنا عملنا زوز مجموعات
الترتيب تاع منين؟ لا بموافقه شكون سولون بلاغات تاع الجامعه بموافقه الانديه. الاولى الساعه الانديه وقت اللي يوافقوا ما فيهمش الشابه اسكو هذا باش ياثر ولا ما ياثرش؟ هذه الحاجه لحظه هذه الحاجه الاولى اللي لازمنا نسالوها. الحاجه الثانيه كيف انت تعمل برنامج نتاع شامبيونا سولون لافي نتاع الانديه كيفاش تمشي تعمل براج من راسك؟ لما هو لازم موافقة الأندية زادة اللي بس تلعب براج ما تقلقش الأندية كيقولوا ينقز بل ينقز ما تجيش مرة بها وسيم فما لهنا